تحرك وارتفاع جديد تشهده أسعار الذهب اليوم بعد حالة التذبذب التي ضربته خلال الآونة الأخيرة ما بين صعود وهبوط. أما الدولار فشهد استقرارا في كل البنوك اليوم بالتزامن مع أجازتها الرسمية، ولكنه ما زال متراجعا في السوق السوداء. مشاهدينا، في تغطيتنا الآن هنستعرض لحضرتكم أسعار الذهب وأيضا أسعار الدولار. برحب مرة أخرى بحضراتكم مشاهدينا. نبدأ بأسعار الذهب والتي شهدت تحركات جديدة اليوم مقارنة بالأسعار قبل عدة أيام وأمس، حيث شهد الأصفر قفزة جديدة خلال آخر تحديث للأسعار على كل المنصات المختلفة. فالجنيه الذهب والذي يكون عليه طلب من أجل الاستثمار زاد سعره بقيمة 1000 جنيه مقارنة بسعره قبل أيام عندما تراجع بقوة. ليبدأ اليوم الجنيه الذهب من 29080 جنيه للشراء بعدما كان 28000 جنيه قبل أيام قليلة، وبعدما كان أيضا 32000 كأعلى سعر سجله خلال الفترة الماضية. كما سجل أيضا سعر الجرام عيار 24 4154 جنيه بعدما كان 4142. كل هذه الأسعار كانت دون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وارتفع عيار 21 إلى 3635 جنيه للشراء بعدما كان 3600 جنيه، وأيضا سجل عيار 18 اليوم 3115 جنيه للجرام الواحد بعدما كان 3000 جنيه، تراجع بالطبع قبل أيام. وتلك الأسعار أيضا كانت بنهاية يناير الماضي دون أي مصنعية. الآن مشاهدينا هنستعرض لحضراتكم أسعار الذهب دون مصنعية وفقا لآخر تحديث، مع العلم أنها تتغير على مدار اليوم ووفقا لآلية العرض والطلب ووفقا أيضا لمحافظة وأخرى. سجل سعر الذهب عيار 24 4154 جنيه للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 3635 للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 3115 فقط، وسجل سعر الجرام عيار 14 حوالي 2423 جنيه للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29080 جنيه. أما مشاهدينا عن أسعار المصنعية، يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وتكون بين 80 جنيه و 150 جنيه في كل محلات الصاغة. أما عند شراء الذهب المستعمل تبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيه فقط، أما مصنعية السبائك فهي بالتالي تنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام وهي تعامل بالطبع معاملة المشغول الذهبي الطبيعي، أما الأكثر من 100 جرام يتم حساب المصنعية من 35 جنيه فيما أعلى. في ذات السياق، وصل سعر أونصة الذهب التي يبحث عنها الكثير لشرائها والاستثمار فيها أو بيعها وذلك للتصرف في أموالها، سجلت في بورصة نيويورك العالمية حوالي 2007 دولارات للأونصة الواحدة. الآن مشاهدينا نذهب في جولة سريعة لأسعار الدولار محليا والتي شهدت الاستقرار منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 11 شهر. هذا الثبات هو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات بالتزامن مع الأجازة الرسمية للبنوك العاملة في مصر اليوم، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30 جنيه فاصلة 83 قرش للشراء و 30 جنيه فاصلة 95 قرش للبيع. أيضا سجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين عاملين وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري حوالي 30 جنيه فاصلة 75 قرش للشراء مقابل 30 جنيه فاصلة 85 قرش للبيع. أما عن سعر الدولار في السوق السوداء، شهد في الفترة الأخيرة تراجع مفاجئ بنسبة 25%، حيث تراوح سعر صرفه ما بين 48 ل 50 جنيه في السوق الموازية أو السوق السوداء بعد أن وصل إلى 70 جنيه في فترات سابقة. بالطبع تم ربط هذا التراجع الملحوظ بقرب دخول سيولة نقدية كبيرة في الفترة القادمة من بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 2% وأيضا الحملات القوية على تجار العملات الأجنبية في السوق الموازية أو السوداء. في ذات السياق، كشف وزير المالية الوزير خلال مشاركته في جلسة المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة وذلك بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي،
وقال أن برنامج أطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية. لفت أيضاً إلى أنهم يستهدفون منه عوائد قد تصل إلى 6.5 مليار دولار من نهاية 2024. أيضاً تشهد البلاد اقتراب دخول المليارات من الدولارات من مشروعات استثمارية وغيرها مثل مشروع تطوير رأس الحكمة. أما عن كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فقد أشارت إلى أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة وقد وصلت بالطبع المناقشات، وأن العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وبالتالي تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغيرات في السياسة. نوهت أيضاً أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية. وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي في بيان سابق رسمي له أن فريقه قد اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، وقد تم إحراز تقدم هائل في هذه المناقشات الثنائية. جاء في البيان الذي نشره صندوق النقد على موقعه الرسمي أن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري والسريع بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي داخل مصر، وأن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضا قد اتفقوا بالطبع على الأهمية الحاسمة لتعزيز الاتفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. أشار أيضا في البيان أن هذا الأمر مهم جدا لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط والتي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية. في ظل استمرار المفاوضات الثنائية مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار، قد قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة وذلك في أول اجتماعاته للعام الحالي. رفع أسعار الفائدة لحوالي 200 نقطة أساس وذلك لامتصاص أثار توحش التضخم. وقررت في نفس السياق لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وذلك في اجتماعها يوم الخميس الموافق الأول من فبراير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأيضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 وأيضا 22.25 21.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%. بذات السياق ومن جانبه أكد الإعلامي مصطفى بكري خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أنه قد حدث تراجعا في سعر الدولار بالسوق السوداء وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%. وقال بكري أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر قد حدثت نتيجة أزمات عالمية، ونوه أيضا أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير. فيما لفت أيضا الإعلامي مصطفى بكري لأنه بالفعل تراجع سعر الدولار وسوف يتراجع مجددا، وأنه بالطبع يراهن ويمتلك معلومات عن ذلك، فبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتقف على قدميها. بنفس السياق كان قد قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال تصريحات سابقة أدلى بها لقناة تلفزيونية أن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي المصري حاليا مجرد تكهنات ليس لها أساس من الصحة، وأشار إلى أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات الثنائية مع صندوق النقد الدولي. كما قال أيضا أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار في سعر صرف الدولار، وأن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي. وذكر أيضا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي وذلك لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.
كان قد أعلن في وقت سابق البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024 الماضي، مقارنة ب 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بارتفاع قدره 30 مليون دولار. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء تكون انتهت تغطيتنا الاقتصادية، بشكركم على طيب المتابعة، تابعونا في تغطية أخرى، إلى اللقاء.